اذا في مره من المرات السابقه حكينا عن الفيزيكال امبلمنتيشن للاس دومين ترانسفير فانكشن، اليوم راح احكي عن الفيزيكال امبلمنتيشن للزد دومين ترانسفير فانكشن او البلس ترانسفير فانكشن. هذه لها معنى، هذه راح تتحول لكود. يعني احنا لو عندي مثلا انا ترانسفير فانكشن عامل، خليني اخذ او بلس ترانسفير فانكشن عامل، لو حكينا في الاس دومين اول شيء، لو عندي اف اوف اس بتساوي، اذا متذكرين حكينا مثلا لو عندي اس بلس 2 في اس سكوير بلس اس بلس 3، هاي معناها تتحول لايش؟ تتحول لديفرنشال ايكويشن، سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن. لو هاي كانت بتساوي اكس اوف اس واي اوف اس، راح اضرب هذول كروس ملتيبليكيشن، بصير عندي اس سكوير واي اوف اس زائد اس واي اوف اس زائد 3 واي اوف اس بتساوي S X of S زائد 2 X of S. والS احنا قلنا ايش بتمثل؟ differentiation. فكأني عمالي بقول انا Y double dot of T زائد Y dot of T زائد 3 Y of T بتساوي X dot of T زائد 2 X of T. وبعدين ممكن اعملها manipulation، احول هاي integration. في النهاية بقدر احط Y of T as a function of الاشياء هاي موجوده هون. هذه الديفرنشال ايكويشن ما بين الانبوت والاوتبوت للسيستم. احنا بنفس الطريقه بامكاننا نطلع فيزيكال امبلمنتيشن او فيزيكال مينينج للبلس ترانسفير فانكشن. هلا بشكل عام عندي البلس ترانسفير فانكشن ممكن افكر فيها انها اف اوف زد بتساوي واي اوف زد على اكس اوف زد. والفورم العام لو بدنا نحطها بالشكل العام تبعها راح اسميها هون اي نوت، وراح استعمل هون اي نوت، هون راح تكون عندي زد خليني اسميها هون تو دي ام، وزد هون تو دي ان، وهون راح يكون عندي اي ان، وهون راح يكون عندي بي ان، وهون راح يكون عندي بي 1 زد ام تو ذا ماينس 1، وهون راح يكون عندي اي 1 زد تو ذا ان ماينس 1 الى اخره. هدول بضربهم بعملهم كروس برودكت. هلا راح ناخذ مثال عليهم. هلا في احد الاشياء المهمه، ما بصير ام تكون اكبر من ان، ما بصيرش ام يكون اكبر من ام عشان يكون السيستم فيزيكلي ريلايزبل. فيزيكلي ريلايزبل يعني له معنى، لانه انا ما بقدر اتنبا بالقيم المستقبليه. ناخذ مثال، مثلا مثال انا مثلا خليني اخذ مثال اف او زد بيساوي، خلينا نقول انها بتساوي زد سكوير بلس 2 زد ماينس 1 على زد سكوير بلس 3 زد ماينس 2، وهي تساوي واي او زد على اكس او زد. لو عملت هلا كروس برودكت من هون بصير عندي z سكوير زائد، بصير عندي هون z سكوير x of z زائد 2z x of z ناقص x of z بتساوي z سكوير y of z زائد 3z y of z ناقص 2y of z. رح اقسم الكل على z سكوير، فلما بقسم هاي على زد سكوير بتصير اكس اوف زد زائد 2، هاي بتصير زد ماينس 1 اكس اوف زد، وهاي بتصير ماينس زد تو ذا ماينس 2 اكس اوف زد تساوي، هاي بتساوي واي اوف زد بلس 3 زد تو ذا ماينس 1 واي اوف زد ناقص 2 زد تو ذا ماينس 2 واي ماينس 1 هاي ماينس 1، هذه 2 هون مش زد مضبوط، مش 2 هي ماينس 2. انا يمكن انا حطيت الشحطه على الزد عشان ما يجي مضبوط، صار 2 تو زد تو ذا ماينس 1. هلا راح اعمل، راح احاول احط واي اوف زد في جهه، لان واي اوف زد هي الاوتبوت. واي اوف زد راح تكون فانكشن اوف ايش؟ فانكشن اوف اكس اوف زد. هلا فانكشن اوف اكس اوف زد قبل تي، فانكشن اوف اكس اوف زد قبل 2 تي، فانكشن اوف واي اوف زد قبل تي، وفانكشن اوف واي اوف زد قبل 2 تي. فراح تصير عندي هلا y of z تساوي x of z الحالية زائد 2 z to the minus 1 x of z minus z to the minus 2 x of z هذول بلس بلس. بعدين عندي هاي راح تروح على الجهة الثانية، راح تصير minus 3 z minus 1 y of z، وهاي minus راح تصير بلس 2 z to the minus 2 y of z. شو معناها هاي؟ معناها لو بدي اسمي هذه y of k او y of nt زي ما بدك، y of k يعني الواي الحاليه k، وقبل بتي بتصير k minus 1، وقبل بتو تي بتصير k minus 2، هاي بتساوي x of k. هلا تحولت لوين؟
وين انتقلت من هون لهون؟ للتايم دومين. عندي بلس 2 الاهالي كانها اكس كي ماينس 1، يعني كي قبل تي. انا مخزنهم عندي، عندي ريجسترز بخزنهم. انا بقدر اخزن الماضي بس ما بقدر ايش اعمل؟ ما بقدر اتنبا بالمستقبل. ولذلك لو كانت هاي القيمه اعلى من هاي القيمه شو كان بدي؟ كان بدي قيمه اكس القادمه. مستحيل اطلع قيمه اكس القادمه، مزبوط؟ يعني كاني عمالي بقول واي الحاليه بتساوي مش بس اكس الحاليه، وهي فانكشن اوف اكس بعد تي، ما لها معنى. اذا كانت ام اكبر من ان، هذا السيستم شو بكون؟ نوت فيزيكلي ريلايزبل. ريلايزبل يعني ما بقدر ابنيه. صار عندي 2 زائد هاي بتصير اكس اوف كي ماينس 2 ناقص 3 واي. هلا هذه واي ماينس 1 يعني واي اوف كي ماينس 1. هلا كي ماينس 1 بعرفها، بعرف لانه انا المره الماضيه لما طلعت معي واي اللي كانت قبل شوي طلعت واي اوف كي، خزنتها وشو صارت الان؟ واي اوف كي ماينس 1 زائد 2 واي اوف كي ماينس 2. هلا هذول انا بامكاني ابنيهم على شكل دائره، بكون خلص من هاي امحيها. هلا بقدر ابنيها ككود، هاي تقدر تبنيها ككود مش هيك؟ بتصير انت تخزن قيم، بتعملهم باري بماتريكس زي ما بدك، بتصير تخزن القيم السابقه وبتصير تستعمل القيم السابقه، وطبعا اخر قيمه خلص رح ترميها. هلا اللي حاليا هلا اكس كي ماينس 2 المره الجايه ما رح استفيد منها مش هيك؟ لانها شو رح يحل محلها؟ اكس اوف كي ماينس 1. واللي كانت واي كي اوف ماينس 2 المره الجايه رح تنتهي ونحل محلها واي اوف كي ماينس 1. اذا لو بدنا نرسمهم جرافيكلي او دايجراماتيكلي ممكن ارسمهم بالشكل التالي. راح احط هون خط، راح احط هون بلس، راح احط هون بلس، راح احط هون هاي اكس، اكس اوف تي، اكس اوف زد. هذه عندي اسمها يونت ديلي. هلا اكس اوف زد اذا دخلتها على يونت ديلي شو راح تصير؟ هذه هون راح تصير اكس اوف زد ماينس 1، عفوا زد تو ذا ماينس 1 اكس زد. هاي بدخلها زد اوف ماينس 2. صارت عندي هذه هلا اكس اوف زد، هذه اكس اوف زد في زد ماينس 1، اكس اوف زد في زد ماينس 2. بعدين في ايش ضربتهم؟ هل خلينا اطلع عندي اكس اوف زد ضربتها في 1 مش هيك؟ اذا هاي باخذها هون بدخلها زي ما هي. بعدين هاي ضربتها في 2 2 واخر وحده ضربتها في قديش؟ ضربتها في 1. انا هون راح يطلع معي واي اوف زد، بس راح اخذ واي اوف زد ايش راح اعمل فيها؟ هلا ايش بدي كمان هون؟ بدي ماينس 3 واي اوكي كي ماينس 1 و2 من هاي. اذا بدي اول شيء 3 من هاي مضروبه في ماينس، اذا هاي مضروبه في ماينس 3 وهاي مضروبه في هذا اسمه الفيزيكال امبلمنتيشن او الفيزيكال رياليزيشن. هذول كل واحده من هذول شو بتمثل؟ انا اظن بالسيميلينك بامكانك تعمل هذا بالسيميلينك، لانه ايش عندي بالسيميلينك؟ فيش زد، ما راح تلاقي زد. ليش؟ انا ما بقدرش اتنبا بالمستقبل، لكن زد ماينس 1 شو بعمل؟ بخزن القيمه هاي. كل قديش هذا السيستم بيتحرك؟ كل تي حسب ما انت بتكون محدد تي. اذا عم بجمع هذول في ثلاث قيم من اكس، القيمه الحاليه لاكس، القيمه السابقه لاكس، القيمه قبل السابقه لاكس، عم باخذ اكس بجمعها لاثنين من القيمة السابقة ولواحد في القيمة قبل السابقة. هدول كمان بجمعهم لقيمتين من واي، قيمة واي السابقة بضربها في ماينس 3 وقيمة واي اللي قبلها بضربها في 2. هلا إذا حبيت بعد الكويز
اعمل امبلمنتيشن لهاي على السيميلر سهله جدا. هاي زد ماينس 2 اللي تحت الدكتور صح؟ لا هي زد ماينس 2 بس هي اجت بعد زد ماينس 1 فبصير بدون هي بتصير زد ماينس 2 فيش حاجه تحط تنتين ورا بعض خلص بتحطهم ان سيريز فصارت اوتوماتيكيا هاي هي زد ماينس 2 من هاي وزد ماينس 1 من هاي ونفس الشيء.